لا يعني خليني اولا ابدو متفقا تماما مع استاذنا حسين بيه في قصه ان هذا الدستور جاي بطريقه نالت احترام الجميع. ويعني كل المواد تقريبا، المواد اللي ما خدتش تصويت خدت 47 صوت، اللي اختلف عليها 2 أو 3 يعني في متابعه التصويت، يعني اقل ماده خدت 47 صوت من 50 صوت. نمره 2 حصل حوار مجتمعي من خلال اللجان اللي كانت مشكله حوالين الدستور. نمره 3 الدستور حتى هذه اللحظه لم يطبق وان ظهرت بعض مشاكله، يعني ظهرت بعض مشاكله في مشاكل ظهرت في الدستور. وانا اعتقد ان انا في احد الحوارات في التلفزيون من سنه تقريبا طرحت فكره تعديل، نحن في حاجه الى تعديل الدستور. وانا عارف انا بعدل الدستور لوكات المناسبه لما كنا بنتحاور حوالين الماده 102 من الدستور المتعلقه بفكره المعيار الثلاثي لتشكيل الدوائر والازمات اللي عملها. وخليني اقول ان بعديها الرئيس طرح فكرته حوالين فكره اعداد الدستور بحسن النيه. الدستور اعد بحسن النيه، لا مش عايز اقول حاجه ثانيه كمان، في بعض المواد في الدستور اتعملت بمجامله، وبعض المواد في الدستور اتعملت تحت ضغط. وانا كثير من اصدقائي في لجنه الخمسين وفي لجنه العشرة الخبراء سالت سؤال حوالين بعض المواد بالتحديد ما يتعلق منها بالهيئات القضائيه والجهات القضائية، قال لي كيف تعمل وفي مظاهرات على الباب بره من زملائك. يعني مش ما فيش جهد بشري، ده جهد بشري كامل 100% وهو ابن الظروف اللي خرج فيها. تمام. انما خلينا نتفق ان كل اللي جه في التقرير بيتكلم حوالين احتياجات لا علاقة لها بالدستور. كلهم بلا استثناء كان بيتكلموا حاجة. بس على فكرة ده طبيعي. لا أنا المواطن لا يشغله الا اهتماماته واحتياجاته. انا اقصد ايه؟ ونفسه ما هو فاهم ان الدستور اللي نزل واقف بالطوابير بالساعات عشان يصوت عليه، هو فاهم ان الدستور صحيح. ده ثم البرلمان ثم رئيس الجمهورية ثم النظام الاساسي للدولة ده لما يكتمل هو ده اللي هيحقق له احتياجاته ومعيشته. انا موافق عليهم، بس انا اقصد انا مش عايز اترجم الكلام ده على انه رايح لحرب الدستور. تمام. انا عايز اترجم على الكلام ده اللي قاله حسين بيه ان في 54 او 60 قانون محددين على سبيل الحصر ومعروفين لكل المعنيين بالامر وكانوا مطروحين امامنا في لجنه صحيح. لجنه الاصلاح التشريعي وما اتعملش فيهم حاجه. طيب لما كانوا مطروحين قدامكم كنتوا بتعملوا ايه؟ ما انت كمان عندك آلية مهمة جدا لازم تكون مؤمنة بالكلام ده. طب انت قلت لي دلوقتي ان انت متفق تماما مع الكلام اللي قاله الاستاذ حسين، ان هذا الدستور مهم. لا غير لا ما ماشي، ولكنه يحتاج دي عامله زي الدباجة بتاع الدستور اللي ممكن يعني لا يحتاج الى تعديل. هو بقى الاستاذ حسين بيقول لك على اي اساس تطلب التعديل واحنا لسه ما قلناش يا هادي؟ بالظبط كده، مش ده السؤال يا استاذ حسين؟ وانا موافق على ده. الله، طب ازاي بنطالب بالتعديل؟ انت ما سالتنيش يحتاج التعديل امتى؟ امتى؟ ايوه ده انت بتطالب من سنه يا دكتور. انا مطالب من سنه عشان نعمل حوار مجتمعي وحوار علمي من دلوقتي قبل القصه، ايه المواد اللي محتاجه تعديل؟ لا طب بالراحه بقى عشان نفهم. ايوه بالظبط، انت تطالب بتعديل الدستور من سنه. من سنه ليه؟ في مواد غير ليه؟ تطالب بتعديل دلوقتي؟ نقعد دلوقتي انما نبدا نتحاور دلوقتي كمثقفين وكناس معنيين بالدستور ونشوف المشاكل وهي بتطبق عشان نحطها جانبنا. قول لي ليه بقى؟ مثلا عندي الماده 102 المتعلقه بالمعيار الثلاثي، ثبتت التجربه انه معيار غير عملي وعامل مشاكل، وبالتالي يجب ان نبحث عن معيار اخر لتقسيم الدوائر بما يحقق العداله في المجتمع، في ان كل مجموعه يبقى وكل عدد يبقى له نائب. اثنين، في مشكله من اللحظه الاولانيه، من اللحظة الأولانية، فكرة تمثيل المصريين في الخارج. ألم تثبت التجربة أن المصريين في الخارج كانت عيب أن كان إعطائهم حق المشاركة في الانتخابات تصويتا وترشيحا كان عبء مالي على الدولة، لم يؤتي بثماره، أن عدد المهتمين بالمسألة لا يمثل 0.5% من 8 مليون أو 10 مليون؟ طب وده نص هنحتفظ به وإحنا شايفين أنه ما لم يؤتي بثماره. اثنين، كل ما يتعلق بالهيئات القضائيه كان تحت مجامله، كان تحت ضغط وجود الهيئات القضائيه. وان البدعه او الاختراع السياسي اللي حطه فتح سرور ايام التعديل في الدستور السابق حوالين فكره التفرقه بين الهيئه القضائيه والجهه القضائيه تبنته لجنه العشرة وتبنته لجنه الخمسين لانها لم تكن تستطيع ان تواجه الاضرابات والمشاكل اللي عملتها بعض الهيئات القضائيه اللي كانت خايفه من مجرد انها ما تبقاش مذكوره في الدستور. كل دي حاجات عايزه تتعدل. اثنين،
ألم يحدث خلاف حول هذه اللحظة حوالين بعض النصوص في التطبيق؟ أقول لك مثال المتعلق بنص تفرغ النواب، النص المتعلق بتفرغ النواب، هل المقصود به تفرغ العاملين في الدولة والعاملين في القطاع الخاص ولا أيضا يشمل المهنيين؟ برضو نص، خاصة إذا أنا بصرف لكل النواب مقابل. صحيح. فأدي واحد، النص ده النص لا يحتمل فكرة تفرغ النواب. تفرغ النواب المهنيين، اثنين أو أصحاب الأعمال الخاصة. أي. ثلاثة، سلطة محكمة النقض إزاء العضوية. هل تملك القضية المثارة المتعلقة بالنائب المطلوب أحمد منصور وعمرو الشبكي؟ ألا يحتاج هذا النص إلى توضيح في التطبيق العملي؟ أهو يحتاج إلى توضيح بدليل ارتباك مجلس النواب في قضية سهلة. يعني المفروض إنها سهلة. اثنين، فكرة بقى جديدة ما جاتش في الدستور، فكرة هو أنا لازم أشرب الدستور ده، اسف، لازم اشرب المجلس البرلمان ده طوال مدته حتى لو ثبت لي انه لم يحقق طموحه؟ فكره سحب العضويه، سحب الثقه من النائب، مش موجوده في الدستور خالص الا اذا فقد الاعتبار ولا ارتكب جريمه. انما لا فقد الاعتبار ولا ارتكب جريمه ولكن لم يؤدي الاداء اللي مطلوب. فكره الدستور اغفل عنها وما كانتش موجوده. طيب ثانيه، انا عارف لسه عندك حاجه ثانيه. قال لك في الاول انا متفق تماما مع الاستاذ حسين، وبعدين قال لك غير الدستور كله. لا 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 لا.